تطويقا لتداعيات خلية العبدلي وتأثيرها على العلاقات اللبنانية الكويتية، زار رئيس الحكومة سعد الحريري الكويت والتقى أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حضور نظيره الكويتي الشيخ جابر مبارك حمد الصباح ومسؤولين آخرين. وعبر الحريري عن استياء الكويت المحق وفق تعبيره، منددا بأي عمل أمني يستهدفها، واضعا الأجهزة الأمنية في خدمتها للحد من التوتر القائم. إن شاء الله العلاقات يعني تكون على أفضل، ونحن يعني عم نقوم بهالزيارة لحتى نقول لسمو الأمير والشعب الكويتي لبنان بلدكم، نحن الدولة والحكومة ضد أي عمل أمني، ونحن بنعتبر أنه أمن الكويت من أمن لبنان. إن شاء الله ما بيكون في أي إجراءات بهذا الموضوع، ولكن في استياء ما في شك. نحن علينا أنه نطلع على هذا الموضوع ونعالجه. وجاءت هذه الزيارة بعد المذكرة التي أرسلتها وزارة الخارجية الكويتية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، وتحدثت فيها عن دور حزب الله في خلية العبدلي، حيث جرى عرضها على طاولة مجلس الوزراء. وقد نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تورط الحزب فيها طالبا الإثباتات. القضاء الكويتي واضح وصريح، وهذا شيء تعاون حيصير بيننا وبين الأجهزة الأمنية والقضاء، ونحن حنتعاون بشكل كتير واسع. اللي بيهمني أنا بالنسبة لأهل الكويت وسمو الأمير خاصة، اللي دائما كان ينظر على لبنان كدولة وكشعب واحد وكدولة، يعني دائما كان السباق لمساعدة لبنان، ونحن هيدي العلاقة اللي بين الكويت وبين لبنان بدنا نحافظ عليها بكل الوسائل. وكان الرئيس الحريري قد اجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في حضور القائم بالأعمال اللبناني في الكويت السفير ماهر الخير، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز.